شفت مومو تشالنج ولا ما شفت؟ ترى رجع للساحة. إذا يهمك تحمي أطفالك وأطفال اللي حولك من خطر الانتحار، تابع هذا الفيديو. لعبة المنيلة اللي اسمها مومو دي، العالم مقلوب على مومو. It's called the Momo Challenge. Momo Challenge been actually trending online this week. Momo Challenge. It's a dangerous and viral game. Telling kids to harm themselves. Momo Challenge and encourages kids to harm themselves. Kids harming themselves. Targeting people with suicidal tendencies. And it tries to convince children to do dangerous things. Taking commands from unknown numbers and social media accounts. The game will tell kids if they alert their parents about it. Harm could be inflicted on them. هل تحدي مومو حقيقي ام انه خدعة للاحتيال؟ شاركونا برايكم بالتعليقات، هل تعتقدون ان تحدي مومو حقيقي ولا اشاعة؟ وعطونا اذا في عندكم معلومات ما ذكرناها في هالفيديو، او قولوا لنا قصص صارت وياكم او ويا الناس اللي حوالينكم. بابا اول شيء لايك وشير، لايك وشير وسبسكرايب كومنت. يعطيكم العافية، معاكم عبد الرحمن الخميس. حبيت في بداية الفيديو انوه على ثلاث شغلات. اول شغلة ان هذا الفيديو موجه للكبار مو للأطفال. ثاني شغلة، يوتيوب قاعد تحارب أي فيديو يتكلم عن هذا الموضوع، وقاعد تحاول إن تشيل أي محتوى موجود عن هذا الموضوع. راح نتكلم بعدين ليش هي قاعد تسوي كذي، لكن أتمنى إن هذا الفيديو يوصل حق أكبر عدد من الناس ومن الأهالي عشان يعرفون شلون يتصرفون مع عيالهم. ثالث شغلة، احنا مو دورنا ان نخرعكم. حرصت ان انا لما اتكلم عن هذا الفيديو اني اجتهد في البحث عشان ما ننشر اي موضوع يكون اشاعة ولا نزيد نار حطب مثل ما يقولون. مومو ما هي القضية بحد ذاتها، مومو في قبلها طلع وايد اشياء مثل بلو ويل، مثل تحدي مريم. خلص من واحد ينا واحد، ممكن يكون 20% منها حقيقي والثمانين الباجية إيه بهرجة وبهارات وتهويل وسائل الإعلام والسوشيال ميديا. لكن الشيء الوحيد اللي أنا متأكد منه إن إحنا نحتاج نعرف عيالنا أكثر. لما تصير هذه الأمور وإحنا ما نعرف عنها فهذه مصيبة، الغلطة مو غلطة الأطفال. لهال مهما كانوا أذكية، في عندهم مرحلة معينة ممكن أي أحد يقص عليهم فيها، فدورنا إحنا إن نكون قراب منهم. طف دماغه فاضية. مومو is going to kill you. مومو تسيطر على عقل الطفل، طلبت منه يروح يفتح الغاز بتاع المطبخ ويسيبه مفتوح ويخش ينام. وين بدت قصة مومو؟ أساساً مومو هي عمل فني سواه فنان ياباني عشان يشارك فيه في أحد معارض الرعب في اليابان في سنة 2016. بعدها في نص سنة 2018 استخدمها بعض المرضى في أنهم يبتزون الأطفال وخلونهم يقومون بأشياء تعرض حياتهم حياة اللي حوالينهم للخطر. بدت أول شيء في الواتساب. أول حالة سجلت فتاة عمرها 12 سنة في الأرجنتين. Now the Momo challenge has been linked to the death of a girl in Argentina. بعدها انتقلت إلى يوتيوب وهو يكون قاعد يشوف فيديو طبيعي، المحتوى الطبيعي مال الأطفال. فجأة بنص هذا المحتوى تطلع له موم. فانيلا. Hey, it's Momo again. وتطلب منه أشياء غريبة، جرحوا نفسكم في أدوات حادة. Go find the sharpest toy you can find. زين، في مرة كنتوا قاعد تشوفون أشياء حلوة شي مالت أطفال طلعت أشياء تخرع؟ ممكن كان عمري 3 بس حلمت شي يخرع. شنو حلمتي؟ كله في حراميات وحشي بس حلم. أول شيء عامل الخوف، العامل الثاني تلعب على العاطفة وحبه حق أهله، تقول له إذا بلغت أهلك راح أضرك، راح أقتلك وراح أقتل أهلك. The game will tell kids if they alert their parents about it, harm could be inflicted on them. ويبدي ينجرف وراها إلى أن يحقق لها اللي هي تبي. ما طلع لك؟ الحمد لله. قول الحمد لله. الحمد لله. كل شيء نقول لكم. لا 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 ما نقول. حتى الناس نقول لهم شنو اسمنا. لا لا مو الناس، احنا حق امكم وابوكم. الناس صح قلنا ناس. مثل ما اغلبنا عارفين ان اكثر مستخدمي يوتيوب هم من الاطفال والمراهقين. يوتيوب is now denying. يوتيوب tweeted We've seen no recent evidence of videos promoting the Momo challenge on YouTube. فلما يصرحون يوتيوب في تاريخ 27 فبراير 2019 ان هذا الموضوع كله اشاعة واحنا ما شفنا شيء، انا اتفهم وهم ليش يقولون كذي. اكيد راح يضر شركة مثل يوتيوب، ممكن يكون هذا التصريح حقيقي، لكن انا في هذه الامور في سلامة عيالي
كلش ما أحسن الظن. شلون ممكن نحل هذه المشكلة؟ أول شيء لا تقط الموبايل والتابلت عليهم وتخليها مفتوح وسايبة. أنا ما قاعد أقول امنع، مع أن المنع ممكن يكون مفيد في بعض الحالات، ممكن البعض يشوفها أنه تخلف ورجعية، وأنتوا وشوفوا الغرب شلون منفتحين وأنتوا متخلفين. لا، حتى الغرب قاعد يمنعون عيالهم، مو بس الأهالي، حتى المدارس قاعد تمنع الإنترنت في وجود هذه المشكلة. The school district in Florida actually banned internet access on their campus. The Palm Beach County School District is taking action to keep your kids safe. They're temporarily blocking YouTube. أنا ضد المنع الكلي والحرمان لأنه يؤدي إلى مشاكل ثانية مختلفة، لكن عندك هذه المشكلة الحين لازم تقننها وتتعامل معها. Why in the world would you ever allow your child to have privacy on their phone? Yeah, I know that sounds maybe authoritarian as a parent, but we live in a time and a culture where there's way too much access to way too many things. And as a parent, you have a responsibility right. to access those phones and to know what your kids are doing and who they're talking to at all times. حدد أوقات وساعات معينة للاستخدام وخلك قريب يمهم. هذا واحد. اثنين، سوي لك اكاونت مشترك بينك وبينهم عشان تقدر عقب ما هم يشوفون انت تدخل على الهيستوري وتشوف هم شنو الاشياء اللي شافوها. وبعد شغلة بسيطة جدا، سولف معاهم. تبون يوتيوب؟ ايه كريم. ها؟ كريم. كريم شنو؟ هذا؟ ايه هذا. ناس. شنو يعني ناس؟ بنت مع ابوها. عربية ولا؟ انجليزي. هذه ناستية. لا تدخل عليهم باسلوب التحقيق، شنو قاعد تشوفون انتو، شنو قاعد تطلعون. لا، ادخل سولف معاهم، اعرفهم شنو يحبون، خلهم يفتحون قلبهم لك، يقولون لك شنو الاشياء اللي قاعد يشوفون حتى وان كان فيها اشياء غلط. في اشياء حلوة مو حلوة تطلع بيوتيوب؟ لا. شنو؟ في حلقة عن ناستية ابوها يسوي لها هدوم، اخر هدوم ايه على شنو؟ ما يصير شيء، عيب صح؟ شلون شفت؟ شلون كذي؟ وين طلع؟ أنا شفت يوتيوب. يصير؟ هذه جنة. أنا غيري عيب. ما تشوفون مرة ثانية؟ لا. ها؟ هذه الأشياء يصير نشوفهم. بوجهة نظري لا تروحون تقولوا لهم ترى في شيء اسمه مومو وتعلمونهم عليها وتخلونها يشوفها بيوتيوب. إذا قلت له عنها وحذرت منها، مثل ما قلنا حب الأطفال للاستطلاع راح يدفع أنه هو أصلا يدور عليها ويسوي عنها سيرش ويبي يشوف عنها فيديوهات. وللأمانة عشان نكون صادقين 100%، ماكو دليل قاطع على وجود مومو إلى الآن، لا السلطات، لا شرطة، لا حتى تصريحات الـ FBI ولا قنوات الإخبارية العالمية اكتشفت منو وراها. كل شيء جايز، وإن كان الموضوع بكبره شيء سلبي، لكن هذه فرصة إن إحنا نتقرب حق عيالنا ونسولف معاهم ونعرف عن حياتهم أكثر، ولا ننشغل عنهم في حياتنا ومشاكلنا. أنا أدري إن إحنا كلنا لاهين، أنا أدري إن كلنا عندنا مشاغل، أنا أدري إن بعضنا يعطيهم التليفون عشان يفتك منهم ومحنتهم، وما برئ نفسي، أنا ساعات أسويها، لكن الحين هذه فرصة إن إحنا نراجع نفسنا ونراجع حساباتنا ونقرب حق عيالنا ونحافظ على حياتهم. كان معاكم عبد الرحمن الخميس من قناة شفت الخميس. خلوا بالكم من العيال. Parents, don't ignore this, but don't panic. But this is a great opportunity to talk to your kids about what they're seeing online.